نروح دلوقتي مجموعة القاهرة، مجموعتين الموجودين في محافظة القاهرة مع زميلنا محمد طه اللي برحب بيه في البداية. أهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا زميلي العزيز فتح الله زيدان، واهلا طبعا بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من استاد القاهره، يمكن المكان الرائع الذي دائما هو يستضيف الاحداث الكبيره والاحداث العالميه، سواء في كل الالعاب كره القدم او الكره الطائره او اي لعبه. هنا استاد القاهره واحد من الاماكن الشاهده على تلك اللحظات الرائعه. يمكن لو هنتكلم هنا على استاد القاهرة وتحديدا صالة 2 داخل مجمع الصلاة واللي هتستضيف الحدث الأهم الآن، هو كأس العالم للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 سنة. يمكن هنا صالة 2 هتستضيف المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. المجموعة الثالثة اللي هيكون فيها روسيا والأرجنتين وبيلاروسيا وتايلاند ورومانيا، والمجموعة الرابعة اللي هيكون فيها تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية. يمكن اليوم بدأ بمباراة في العاشرة صباحا بين بيرو وبلغاريا، وفازت بلغاريا وقدمت مباراة رائعة. أيضا في الساعة 12:30 كانت مباراة اليابان والكونغو الديمقراطية، ويمكن كانت مباراة سهلة نسبيا لمنتخب اليابان وقدر يحقق فيها نتيجة طيبة وسهلة بالنسبة لفريق اليابان. أيضا المباراة اللي كانت في الساعة 3 واللي انتهت منذ لحظات، مباراة بيلاروسيا وتايلاند، وقدرت فيها بيلاروسيا تخطف فوز مهم جدا بعد أن كانت تايلاند متقدمة، ولكن حولت سريعا النتيجة بيلاروسيا لصالحها وقدرت تفوز في أول مواجهتها في هذه المجموعة، المجموعة الثالثة. هننتظر لقاء مهم جدا في 9 مساء اليوم بين الأرجنتين ورومانيا، هيكون لقاء مهم ولقاء صعب جدا في اليوم الأول داخل صلاة 2. لكن بالنسبة للأجواء العامة، خلينا أكلمك فتح الله عن اهتمام كبير جدا من لاعبات المنتخبات المشاركة هنا في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للسيدات. ويمكن اللي لفت نظري شيء غريب، ان في منهم بعض اللاعبات بيهتم بالرياضة بشكل عام لكن تحديدا بكرة القدم، وعنده خلفية او عنده باك جراوند عن اللي كان بيحصل هنا في مصر من يمكن شهر ونص تقريبا او شهرين، كأس الأمم الأفريقية. ويمكن في بعض البنرات او بعض اللوجوهات الخاصه بكاس الامم الافريقيه متواجده حتى الان في ممرات استاد القاهره، والكل اتكلم ان يمكن هم تابعوا وسمعوا وقروا اخبار كثيره عن هذه البطوله، وفي منهم العارف طبعا محمد صلاح النجم العالمي، وقالوا ان هو ده الاستاد اللي كان بيلعب فيه محمد صلاح، استاد القاهره اللي بالقرب طبعا من صاله 2 يعني امتار قليله جدا. فالكل كان مبهور جدا وحرص على ان هو يلتقط صور تذكاريه هنا في استاد القاهره، هذا الصرح الكبير اللي دايما شاهد زي ما قلت لك على احداث رياضيه كبيره جدا. يمكن البعض يعني احنا قلنا بس هو مهتم بلعبته، لكن اكيد لفت انتباهنا يمكن اهتمامهم بالرياضات اخرى وكره القدم وعلمهم بكل اللاعبين وباسماء لاعبين كتير، مش بس كمان محمد صلاح، في ناس كتيرة جدا ونجوم عالميين جدا طبعا حضروا هنا مصر في كأس أمم أفريقية. كتير من لاعبات المنتخبات المتواجدة هنا في هذه البطولة عندهم خلفية وعندهم متابعة جيدة جدا لهؤلاء الأبطال، وكانوا يمكن بيتكلموا على إن المكان ده استضاف البطولة دي والنجوم دي، فإحنا بنشعر بالفخر إن إحنا موجودين في هذا المكان. أيضا اتكلموا أيضا عن الاستضافة وعن أماكن الإقامة، واتكلموا عن كل شيء بيحيط بهذه البطولة وسعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز أو هذا كل شيء بيشوفوه هنا داخل جمهورية مصر العربية. وبالتأكيد ده بيشعرنا إحنا بالفخر لما بنسمع هذه الكلمات، كان إحنا دايما بنبقى متوقعين ان الناس بتبقى مبسوطه في مكانها، لكن انك تسمع اشاده فوق الاشاده وحاجات تانية طبعا زي ما قلت لك عن كره القدم او عن بطوله كنت مستضيفها هنا والحدث ده، فبالتالي ده بيعود اليك بالفخر. واكيد طبعا من خلال تايم سبورتس ونقلها لهذا الحدث هنا بالتحديد في استاد القاهره صاله رقم 2 من 5 لـ 14 سبتمبر، اكيد هيكون لينا طبعا كواليس كتيره جدا من خلال المنتخبات المشاركه في هذه البطوله. زي ما قلت لك يمكن المباراه اللي كانت النهارده ذات الطابع الاكثر حماسا هي المباراه الاخيره اللي لعبت منذ حوالي ساعتين اللي جمعت بين بيلاروسيا وتايلاند، ولكن اكيد طه يمكن وانت بتتكلم معايا طه يعني ابهرتني بالحديث اللي انت بتقيمه مع اللاعبات، وهم عايزين، انا عايز اقول لك كمان
ومش عارفين ان هم في قلعه من اكبر القلاع الرياضيه الموجوده في افريقيا والوطن العربي، بل ممكن تكون في العالم كله، استاد القاهره اللي يمكن من ستينيات القرن الماضي. اكيد هيشوفوا كمان في جولات اخرى اللي هتبقى عندهم وقت توقف البطوله، هيكون عندهم فرصه يتجولوا في القاهره ويشوفوا التاريخ اللي في مصر موجود وازاي هينبهروا اكتر واكتر. انا عايزك تبعدهم وتقول لهم كمان في المرحله القادمه هيشوفوا في زياراتهم دي قد ايه التاريخ في مصر وقد ايه العظمه الموجوده في مصر. محمد، يمكن عايز اسالك عن الاجواء الموجوده، التواجد الجماهيري، الاجواء الامنيه كمان، اشرح لنا الموقف عندك والصوره بشكل اوضح. طيب خليني اخد الاول من كلامك وعن حديثهم عن الاماكن الاخرى اللي ممكن يزوروها هنا في القاهره تحديدا بالنسبه للمجموعه الثالثه والرابعه. الكل هنا عنده شغف كبير جدا، لان يمكن معظمهم اعماره صغيره فما حلفوش الحظ ان هو يزور مصر كزيارة عائلية حتى أو سياحية قبل كده، فبالتالي هم عندهم خلفية عن الأماكن السياحية والأهرامات والأماكن اللي مبهرة بالنسبة لكل سائح خارج مصر، وعندهم شغف كبير جدا في أول توقف أو أول أيام أجازة إن هم يكونوا موجودين ده، وده فعلا هم قالوه بشكل كبير جدا واجتمعوا كلهم على ده. أما بالنسبة للتواجد الأمني، خليني أشكر طبعا الأمن على كل المجهودات المبذولة اللي بيقوم بيها لتنظيم أو الأمن هنا في محيط استاد القاهرة بشكل عام، وأيضا داخل صالة 2 بشكل خاص. يمكن أكلمك بصراحة، يمكن القوات الأمن هنا منظمة بشكل رائع جدا من البوابات الخارجية خارج استاد القاهرة تباعا حتى دخول البوابة الخاصة بالصالة المغطاة اللي بتكون فيها المباريات بشكل منظم جدا بشكل مرتب جدا. بتمر على كل مرحلة التنظيم. محمد، انا شايف في الخلفية عندك كده شباب متطوعين لابسين تيشيرتات اورنج وبيوجهوا الناس، ده متطوعين على البوابات الموجودة للصالة المغطاة؟ بالظبط كده. طبعا انا كنت لسه هقول لك، خاصة بالنسبة للشباب المتطوعين اللي ليهم دور رائع جدا جدا هنا في كأس العالم للكرة الطائرة، ايضا متواجدين مشاركه مع الامن من اول البوابه الرئيسيه خارج استاد القاهره الى البوابه داخل الصاله المغطاه. كل واحد بيقوم بدوره، سواء اللي هم مفروض بيبصوا على الاكريديتيشنز الخاصه بالبعثات الاعلاميه اللي متواجده هنا عشان تغطي الحدث، او بعض الجماهير. يمكن انا فوجئت النهارده بجماهير كتيره جدا موجوده، جاليات موجوده هنا ومقيمه داخل مصر، منهم الجاله التايلانديه وبيلاروسيا، في مجموعه كبيره جدا النهارده شفتهم، ومن تايلاند ومن رومانيا ومن الارجنتين. يعني في، انا فوجئت بصراحه ببعثات كنت متخيل ممكن عددهم قليل، لكن بالعكس عددهم كبير جدا، والفالنتيرز كلهم هنا بيوجهوا. يعني هو عايز اسالك، هل اجواء اللي هي مساله كاس الامم الافريقيه متواجده بنفس التفاعل يا محمد؟ بنفس النظام وبنفس التفاعل وبنفس كل شيء. من اصبحنا متمارسين يا محمد، اصبح يعني عندنا الثقافه اللي موجوده في اللي احنا نتعامل مع متطوع بيوجهنا وبيعمل، وعندنا كمان الجمهور نفسه اللي رايح عنده قابليه بان الشخص اللي واقف ده بيقوم بدور توجيهي وبيسمع كلامي وروح، مبقاش في ازمه دلوقتي لا انا عايز اخش من هنا. عندنا الثقافه اتغيرت وانت لامسه ده موجود عندك دلوقتي، ويمكن وانت بتتكلم معانا كمان كنا شويه كنا في الويندوز يعني الثاني بننقل الصوره الموجوده في الاسماعيليه والاسر اللي داخله كمان. اتفضل. هقول لك زميلي فتح الله، يمكن شيء يمكن انا اقول لك بكل امانه وبكل صراحه، في بعض المصريين اللي هم طبعا مهتمين جدا بلعبه الكره الطائره متواجدين وحرصوا ان هم يكونوا موجودين في مدرجات الصاله المغطاه. الناس دي في منهم ناس كثيره حضرت مباريات في كاس الامم الافريقيه، كان عندهم بعض الظن او بعض الشك ان هيكون التنظيم او الواجبات اللي من المتطوعين ليهم اقل نسبيا خاصه لحجم البطوله، لكن فوجئوا ان التعامل بنفس المنطق وبنفس حجم البطوله ايا كانت حجمها، لكن التعامل والسيستم واحد في كل البطولات. وده يمكن الشيء اللي المصريين نقلوه لينا في خلال حواراتنا الجانبيه معاهم، بجانب كمان الجاليات اللي قلت لك متواجده بجانب بعثاتها ومنتخباتها اللي بتشارك في هذه البطوله. شكرك يا محمد على نقلك المباشر من داخل القلعة الرياضية الكبيرة جدا استاد القاهرة والصالة المغطاة اللي بتضم المجموعة الثالثة والرابعة. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز محمد طه.